عندي مسجز كتير ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. 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 أيوة. مساء الخير. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف بيكي؟ ضروري الاسم؟ لا مش ضروري الاسم. طيب كم سنة؟ عندي يعني دخلت 23. 23 سنة. طيب مرتبطة؟ أوه. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز؟ جواز. جواز. متجوزة بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي 4 شهور، ان شاء الله 11. يعني انتي عروسة جديدة لسه. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا حب بس جواز عرفي. جواز عرفي. طيب هل هو متجوز مثلا فاضطر يتجوزك عرفي؟ لا مش متجوز. وانتي مش ودي مش ودي اول جوازه بالنسبه لك؟ هو اصغر مني بسنتين. اصغر منك بسنتين يعني عنده 21 او 20 سنه. اه. طب اهلك عارفين انك اتجوزتي؟ لا. طيب احكي لي بقى الملابسات، الموضوع مش ازاي؟ اول ما تعرفنا على التليفون حبينا بعض يجي سنه ونص كده. ده على التليفون. بس عملنا بعض يعني. هو انا اول كان واخد الموضوع تسليه وانا كنت واخد الموضوع تسليه، فلما طولنا مع بعض حبينا بجد يعني، حبينا بعض بجد يعني. لما طولنا مع بعض وكده فحبينا بعض بجد قوي. فجوزنا يعني. قالك ازاي انا عايز اتجوزك؟ يعني جابها لك ازاي دي؟ هو كان قبل عيد ميلادي حوالي شهرين او شهر ونص كده يعني. فهو عرض عليا وانا وافقت على طول. بحبه. اول ما قالك نتجوز عرفي قلت له اوكي. طيب اللي بيتجوز ده مش بيبقى عنده شقه مثلا هو ومراته بيقعدوا فيها؟ هو عنده شقه بس عند اهله. يعني عنده شقه عند اهله. انت بتروحي تقعدي معاه في شقته اللي عند اهله؟ لا ما بروحش عند اهله خالص. طيب اهله بيكرهوني. بيكرهوك يعني؟ اهله عرفوا ان الموضوع، عرفوا ان في جواز عرفي؟ لا بس هم عارفين ان انا بحبه وهو بيحبني. وعشان كده بيكرهوكي؟ شوف بدون اي مسبب يعني، امال لو عرفوا انك متجوزه ابنهم عرفي؟ كلهم بيكرهوني ما اعرفش ليه. اهله انا مره حضرت معاه فرح عملوا له مصيبه فطردوه من البيت. وطردوه من البيت؟ هو اهله متشددين شويه؟ في تقاليد وكده وحاجات زي دي. طيب انتوا عملتوا الدخله فين؟ ازاي؟ لا يعني انت مش مراته؟ مراته. على اساس الجواز العشوائي اللي بيقول يعني. طيب عملتوا الدخلة فين؟ في بيتكم انتوا؟ هي جت بالصدفة، ماما ساعات بتبات مع عند اخواتي كتير يعني. فهي لما بتبات عند اخواتك هو بيجي بيقضي الليلة معاكي. بيشتغل ولا لسه بيدرس؟ ولا ده ولا ليه هو بيشتغل؟ هو ايه 20 سنة يعني ما تخرجش المفروض؟ لا هو اللي هو في مشاكل في بينه وبين ابوه كتير. اول حاجه. وتاني حاجه مشاكله معايا. ايه مشاكله معاكي؟ معرفش ساعات بينفض. هو يعني ساعات يقول لي كتير قوي ان انا بحبك، دي مش عايزه تصدقني ان انا بتنفض بيها قدام اهله صراحه. لما اهله وقفوا قدامه قالوا له ابعد عنها مرضيش قال لهم لا، يعني قال لهم انا بحبها. دول اصحابه اللي انا حطيته. بس ما قالهمش انك مراته؟ لا في جزء عارف وجزء لا، في يعني ناس عارفه. يعني تسيح لك كمان اللي وافق منهم. طب تسيح لك كمان، قولي لي بقى ماما وبابا عرفوا عندك؟ لا انا بابا متوفي. وماما ليها؟ ماما لا. ماما ليكي اخوات وليكي اخوات رجاله؟ بس مش ساكنين معانا. بس ما حدش فيهم عارف؟ انا عادة انا ووالدتي. ما حدش عارف؟ لا.
طيب ما فكرتيش تقولي لهم ان انا متجوزه؟ طيب هاني، يعني انت حاسه انك عامله حاجه غلط؟ اه بس هو اللي يحبني. طيب جميل. هو عايز يجي يتقدم صراحة، بس يعني في شوية مشاكل مش هينفع يتقدم. ايه المشاكل؟ يعني علي شديدين شوية ومش هيرضوا، لازم اتجوز من حد قريبنا. يعني انت عارفة ان اهلك مش هيرضوا بالجوازة دي؟ ها؟ وانها تحصل مصيبة وانها تضطر تتجوزي واحد قريبكو. لا انا بحبه جدا. طيب اذا كان ده ما بيشتغلش ولا هيعرف يفتح بيت ولا هيعرف يعمل اي حاجة. هو سامع على فكرة، هزقه شوية. انتي متكلماني عشان اهزقه؟ لا لا، بس يعني انا عايزاك ان انا لسه طلب منه الطلاق دلوقتي. او كل ما اطلب منه الطلاق مش عايز تطلعني، يقول انا بحبك امسك بيك مش عايز اسيبك. طيب بصي، يا ريت تسمعيني انت وهو طالما انتوا الجوز سامعيني. طب يعني دخلوه في المكالمه؟ لا لا خلاص، هو سامع. مش هو سامع دلوقتي؟ اه. طيب هنتكلم. انت واخده الدنيا لطافه قوي قوي. يا انا بس بحبه، هي اصل هو يعني اتجوزني عرفي. انت عارفه يعني ايه اتجوزك عرفي يا بنت الناس؟ يعني ورقه لو قطعها رماكي في الشارع. عارفة يعني ايه تتجوزي واحد عرفي وهو اصغر منك في سنه بسنتين، عنده 20 سنه ولا بيشتغل ولا ليه مستقبل ولا ابوه وامه واخواته راضيين عنك وكارهينك اساسا، ومن ورا ابوك وامك واهلك انتوا شايفين ان الحياه لعبه كده؟ متخيلين ان انا عشان حبينا بعض يلا ستايل نتجوز عرفي؟ هو الاستهتار بيكوا وصل للدرجه دي ان انتوا تستهتروا بحياتكوا ومستقبلكوا وتستهتري بامك وتستهتري بعظم التربه بتاع ابوك اللي رباكي وكبرك، ويستهتر بابوه وامه واخواته وتستهتروا ببعض، وفي النهايه نصدر مصيبتين للمجتمع حضرتك وهو؟ افرضي حصل حمل، هتروحي تقولي لامك ايه؟ انا حملت حمل سفاح ولا انا متجوزه عرفي ومعايا ورقه؟ افرضي حصل حمل، هيقول لابوه ايه؟ ابوه يقول له يا ابني خدها سقطها في اي نصيبه، خد لك 500 جنيه وسقطها. ما هو عادي بقى، ما هي الدنيا كده في السداح مداح. تعالي اقول لك، كام بنت من جيلك حبت؟ وكام بنت من الملايين اللي حبوا عملوا عملتك؟ ده وان دل يدل على ان انت عندك مشكله وهو عنده مشكله، انتوا الاتنين عندكوا مشكله. هو عيل تافه، انا عارف ان هو بيسمعني، عيل تافه ضحك على بنت اتفه واكبر منه، المفروض تكون اعقل منه، وقال لها تعالى نتجوز عرفي، ياي الحياه ستايل زي الفل 100 فل، احنا عايزين نعمل علاقه جنسيه مع بعض فنعملها برخصه. فكل الحدوته يا اموره ان انتوا الجوز مضيتوا ورقتين تعملوا بيهم علاقه جنسيه. لما ماما تزوغ تروح تبات عند اختي، هو يطلع لي ونشهيص حبتين. فرقتي ايه يعني بتعمل علاقه جنسيه مع واحد؟ الورقه؟ هتقولي ده جواز. جواز بيسلمي لي على الجواز. بص يا بنت الناس، في ناس كده بذكائها، خليني اقولها بذكائها، بذكائها تضيع عمرها وحياتها كلها، وفي ناس باحترامها لنفسها تصون نفسها وعرضها علشان ربنا يكرمها قدام. لا ينفع ولا هتنفعي ولا هتكملوا ولا هتملكوا قومة ولا ابوها يرضى واهلك هيبهدلوكي، والجوازة دي هتتفشكل وهتبقي خرجتي منها ببنت مستهترة فقدت عذريتها بورقتين وامضه.